بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد المحاضرة دي اللي هي المحاضرة الرابعة والخامسة مع بعضهم، اللي هي اللي هم الليلة بتاعة الهيستوري. تمام، الهيستوري بيبدأ بموضوع البيرسونال هيستوري، اللي هو الليلة بتاعة المريض هو في المستشفى، الكلام اللي هو بيتكلم فيه في الوقت اللي المريض فيه في المستشفى، وأنت بتاخد منه البيرسونال هيستوري، يعني الهيستوري بتاعته. تمام، بعدين بتاخد منه الكومبلين. تمام، وفي حاجة اسمها الثيرابيوتيك هيستوري، يعني الهيستوري بتاع الأدوية اللي خدها زمان، الفاميلي هيستوري، العيلة بتاعته، هل عندهم مرض مثلا، مرض وراثي، حاجة كده جيناتيك. السوشيال هيستوري، المكان اللي هو فيه، هل في مرض منتشر أو كده. الباست ميديكال أو الباست هيستوري، يعني الحاجات اللي في الماضي. طيب هنا بيتكلم معايا في أول بوينت اللي هي البريزنت كومبلين. البريزنت كومبلين، أول ما تعرف أنت إنه هو قال لك كومبلين، فانت لازم تدي دياجنوزيس للكومبلين دي. هو الكومبلين بتاعته هعمل لها اناليسز واعرف انا رايح لانهي سيستم. تمام، انا اشوف مثلا مكان الالم فين والسيستم اللي مسبب الالم كده مع نفسي. طيب هنا بعدين تبدا تعرف السيستم، تاخد معلومات عن انت كده. اول حاجه عملت اناليسز للكومبلين، بعدين هتبدا تاخد حاجات بالنسبه تساله، يعني اسئله كده عن الافكتد سيستم، عن الافكتد سيستم، تبدا تساله اسئله عن الافكتد سيستم. بعدين الريميننج سيستمز، يعني تبدا تسال عن السيستم الثانيه. تمام، يعني اول حاجه الافكتد سيستم، بعدين الريميننج سيستم، بعدين الهوسبيتال كورس، تساله بقى شويه معلومات عن دخول المستشفى والادويه اللي خدها وبيتحسن ولا لا والكلام ده. هنا بيقول لي طبعا الاونست كورس والديوريشن والسبيشال اناليتيز، اللي هو انت بتبدا تشوف في الاونست، بتشوف الموضوع هل بدأ ازاي الاونست، هل الحاله دي جات له صدم يعني بشكل مفاجئ كده، تعب ولا تعب، يعني الموضوع خد معاه ثواني الدقيقه كده زي الجلطات والحاجات دي، حاجه صدم كده يعني هوب دب اقلب تعب، فاهمني؟ رابد، الموضوع خد معاه اورز ساعات وكده، ولا جراديوال، جراديوال يعني الموضوع كان بالتدريج معاه بتسويه الحاله بتاعته، دايز تو مانثس تو ييرز هكذا. هل الموضوع كده يعني صادم ثواني ودقائق، ولا رابيد ساعات، ولا جراديوال بالتدريج كده ايام وشهور؟ وبعدين بنشوف الكورس بتاعته، الكورس اللي هو مدى الكورس، الدنيا رايحه فين، يعني الكورس هاو ات بروجريس. تمام، هشوف البروجريس، هل الحاله بتاعته يبقى في بروجريس، يعني الحاله بتاعته بتتحسن. انا لو بتكلم على المريض نفسه، مش المرض، على المريض نفسه، ففي بروجريس بالنسبه له فهو بيتحسن، ولا عنده ريجريس يعني حالته تسوء، ولا ستيشنري يعني حالته ثابته زي ما هي، ولا الحاله متذبذبه بتاعته. تمام، يعني هل الحاله بروجريس، بروجريس يعني تقدم او تحسن، ريجريس يعني تسوء، ستيشنري يعني ثابته زي ما هي. تمام، بعدين ابدا اشوف الديوريشن، هي لها فتره قد ايه كده ليه بيتعالج، او المشكله دي لها ديورنج مثلا during 5 days ago، او ولا من 5 ايام، ولا من 10 ايام، ولا من شهر، ولا شهرين، الديوريشن بتاعت الشكوى او الكومبلين. بعدين اعمل سبيشال اناليسيس، حاجات كده خاصه بالكومبلين بتاعته اساله عنها. طيب الجنرال سيمباتومز، بعدين هبدا بالنسبه لحته الجنرال سيمباتومز اللي هي هسال فيها عن الريميننج سيستم، يعني كل ده اصلا تبع الاناليسيس كومبلين والحاجات دي والافكت سيستم. اما لما ادخل بقى على الريميننج سيستم، ابدا اسال على الجنرال كومبلين، اشوف لو عنده فيفر ولا تشيلز يعني رعشه كده. برضو بشوف لو في مشاكل في الحاجات عامه بقى زي الهايبر تنشن والديابيتس وكده، دي اهم النقاط. هل عنده مثلا انوركسيا، ولا انوركسيا يعني وحاجات زي الويت لوس او الوايت لوس، اللي هو يعني ينزل في الوزن، يفقد وزنه، ونايت فيفر، هم بالليل ولا بالنهار ولا طول اليوم، سويتنج، تعرق وكده. تمام، والقلق، نوكسيا، قلق، انوركسيا، مشكله في المشي، كلام زي كده. طيب الهوسبيتال كورس، هشوف الادميزيشن ديت، يعني هو دخل المستشفى من امتى، بعدين اشوف الانفستيجيشنز، التحقيقات اللي عملوها الدكاتره والدايجنوزز بتاعهم، واشوف التريتمنت اللي خده والكورس، هل الحاله بتاعته بتتحسن بعد التريتمنت ده ولا لا. طيب بالنسبه لحته الثيرابيوتيك هيستوري، طبعا كله ده هو بيحكي في البريزنت هيستوري، يعني اللي هي اول بوينت معايا في الهيستوري اللي هي البريزنت هيستوري.
تشمل البريزنت كومبلين. تمام. بعدين ادخل على الثيرابيوتيك هيستوري. ايه قصه الثيرابيوتيك هيستوري؟ قال لك هتشوف الدراج ثيرابي تيكن باي بيشنت، الادويه اللي البيشنت خدها، والالرجيك تو سام دراجز، والحساسيه بتاعته لو عنده حساسيه من دراجز معين، والريسنتلي بريسكرايبد بريسكرايبد دراجز، يعني الادويه اللي لسه موصوفه للمريض ده. طيب بالنسبه لحته الدراج ثيرابي تيكن باي بيشنت اوفر ذا كاونتر ريميتس هيرباس التريتيف ميديكيشن، يعني اشوف هل في ادويه بديله ولا ادويه مباشر خدها، فاكتب النيم بتاع الدواء والدوز بتاعته اللي هي الجرعه بتاعته والديوريشن خده لمده كذا، والكومبيلانس يعني اشوف هل هو مثلا ما ينفعش ياخده مع دواء ثاني، ما ينفعش ياخده مع الاكل كده يعني. تمام. يعني الادويه هل خدها هي خد البدائل الكلام ده كله، هشوف اسم الدواء والدوز بتاعته والديوريشن. ابرد دماغك من كله، اهم حاجه الدراج ثيرابي تيكن باي ذا بيشنت، ركز على النيم والدوز والديوريشن. طيب البوينت الثانيه بتاعت الالرجي تو سام دراجز، لازم اعرف طبعا لو كان في الرجي الرجيك من دراج معين حساسيه. ريسنتلي بريسكرايبد دراجز، اشوف الادويه اللي لسه موصوفه للمريض الجنرال نيم بتاعهم انكلودنج الاو تي سي طبعا، واشوف الدوز بتاعته. يعني اول حاجه اشوف الجنرال نيم، بس كده نفس النظام هشوف النيم، يعني انت الدراج ثيرابي تيكن باي ذا بيشنت، هاخد النيم والدوز والديوريشن، هنا برضو هاخد النيم والدوز والديوريشن وطريقه اخذ الدواء. بقى هشوف هو بياخد الدواء ده ازاي، ادمنستريشن روت، يعني هو مثلا بياخده تابس ولا انجكشن ولا كذا كذا، يعني سبلينجوال الكلام ده. الباست هيستوري بقى، ده كان الثيرابيوتيك هيستوري. البوينت اللي بعدهم كانت الباست هيستوري، يعني الماضي، هشوف لو حصل له قبل كده بلاد ترانسفيوجن، يعني حصل له نقل دم. البلاد ترانسفيوجن ممكن كان بي كورس تريتمنج ديزيز، كان بسبب علاج دواء او كده، كان بي اوف بلاد ديزيز، يعني ممكن ينقل، ممكن كان بي ترانسميتور اوف بلاد ديزيز، يعني ممكن اصلا البلاد ترانسفيوجن يكون هو اللي نقل له المرض، هو لما اتنقل ليه الدم اتنقل فيه مرض معين، فاهمني؟ عشان كده بساله على بلاد ترانزفيوجن، دي اهميته اني اشوف ممكن يكون المرض جاله من البلاد، واشوف الفريكوانسي، الموضوع متكرر معاه، والتايب اوف بلاد جيفن، نوع الدم اللي خده فريش ومن حد وكده، وهل في مرض كده يعني. الباست هيستوري والتايب اوف بلاد برضه، خد ار بي سيز ولا خد بلازما، عشان كده مرض هنا ومرض هنا كده يعني. طيب هل خد بلاد كامل ولا ار بي سيز ولا بلازما ولا كده. طيب الباست هيستوري برضه بعد ما اشوف البلاد ترانزفيوجن، اشوف السيميلار، انت ركز على العناوين اكتر يعني، بلاد ترانزفيوجن ثم السيميلار كونديشن، اشوف الحالات المشابهه بيه، الديوريشن اونست كورس فريكوانسي، الحاجات اللي حصلت له قبل كده شبه الموضوع ده. برضه ممكن اشوف الهوسبيتاليزيشن، هل هو راح الهوسبيتال قبل كده ولا لا. تمام. والهوسبيتاليزيشن يعني احيانا بعض الامراض تبقى منتشره في المستشفيات زي الاكوارد نيمونيا، ممكن ياخد التهاب رئوي من المستشفى، شوف لو خضع الاوبريشن او عمليه جراحيه، اشوف الفود الرجي على الحساسيه بتاعته من الاكل وكده، اشوف الكرونيك ديسيز، الامراض الكرونيك اللي معاه، زي لو عنده هارت ديسيز او عنده ازمه في الرئه وكده، وستروك او هيباتايتس، يعني هيباتايتس التهاب كبد وبائي سي اور بي وهكذا، والتي بي اللي هو الميكروبكتيريوم فيبروكيولوزيس دي اللي هي التي بي بتاعت الريماتويد فيفر هكذا. طيب هنا بيتكلم في بوينت حلوه كده، حتتين الهيرديتري والفاميلي، هنشوف البوينت بتاعت الفاميلي هيستوري وهرجع لك ليها البوينت دي تاني. اكيد النقطه اللي بعد الباست هيستوري، يعني احنا في بريزنت هيستوري، خدنا بعد البريزنت هيستوري ثيرابيوتيك هيستوري، بعدين خدنا الباست هيستوري، بعدين الفاميلي هيستوري، صح كده؟ صح. طيب ادي الفاميلي هيستوري. طيب حته الفاميلي هيستوري، معلش انا وقفت الفيديو هرجع تاني. فاميلي هيستوري اول حاجه هتشوف ال كونساجينيتي اللي هي البريزنت بلاد ريليشن، او الكونساجيونيتي اللي هو اللي هو الجرايب خالص، يعني اللي هم البيرنتس بلاد ريليشن، ابوه بالدم يعني، متاكد يعني مش ابوه بالتبني، فاهمني؟ البيرنتس بلاد ريليشن
ماشي، اللي هي الفاميلي هيستوري وأقارب وكده يعني. ده الكونسانج يونت. طيب الهيريديتري، الهيريديتري او الحاجات الوراثيه بقى، ديسيز ان ذا فاميلي، اشوف بقى هل العيله دي عندهم امراض وراثيه، حاجات اللي هي ودرجه الكهرباء بتاعتهم، الفيرست اللي هم البيرنتس والكلام ده، والتشيلدرن ولا سكند ديجري. تمام، اشوف الديجري اوف ريليتيف لو واحد عنده مرض، مدى قرابته بيه ايه، والايج اوف النس، هل المرض ده بيجي لهم في سن قد ايه يعني، واليوجوال النس ايفيدنس اوف رير جيناتيك كونديشنز. يوجوال النس، هل الامراض دي معتاده ولا في عندهم جيناتيك كونديشن، عندهم مشكله جينيه. طيب تمام، اول حاجه اشوفهم قرايبه دول وضعهم ايه، مدى قرابتهم والامراض اللي عندهم وهكذا، الامراض الوراثيه اللي عندهم. طيب السيميلر كونديشن، اشوف الحالات اللي زي اليوجوال ممبر ان سام هاوس، يعني الناس اللي ممكن عايشه معاهم في البيت، هل عندهم الانفكشوس ديزيز، الامراض المعديه وكده. يعني اشوف في الفاميلي هيستوري الناس اللي قريبه منه، جيران وكده. اما حته السوشيال اللي هو المنطقه نفسها او البلد نفسها او الدوله نفسها، سوشيال هيستوري اللي هو سوشيو ايكونوميك ستيت هاي، اللي هو الحاله بتاعتهم، هل هم هاي ولا انترميديت ولا لو. بشوف الهاوسنج والحاله بتاعت البيت وكده، واشوف الفاميلي انكم، واشوف الترافل بتاعتهم والرحلات والكلام ده. بس كده، ده بالنسبه للهيستوري، يعني اللي هو الرحلات اللي راحها، ممكن راح لمرض معينه فجاب رجاله المرض منها، لان المرض في المكان ده منتشر، مثلا ملاريا في دلهي مثلا في الهند، فاهمني، او في الدول الافريقيه دي. اشوف الفاميلي حالتهم ايه، الدنيا راحت فين وجايه منين. طيب الجنرال اكزامينيشن بقى، اللي هي المحاضره دي كانت السادسه او السابعه تقريبا، نتكلم عنها بسرعه كده، بس هحاول اخليها لك في فيديو لوحديها واحسن يعني، الجنرال اكزامينيشن. لكن تعالى للنقطه دي بتاعت الهيرديتري والفاميلي. الهيرديتري يعني الحاجه دي ممكن تكون تتورث، تمام، او حاجات اصلا في الجينات. اما الفاميلي يعني طب فيها حاجات عياله، يعني موضوع بيبقى سوماتيك شويه في السوماتيك سيلز، اما هناك هنا في الجيرمال سيلز. الهيرديتري يعني المشكله بتاعت الجيرمال سيلز في الجنسيه، سوماتيك سيلز بسميها فاميلي او فاميلي، حاجه قريبه منهم. تمام، الجنرال اكزامينشن خليها في فيديو واحد، واتمنى يكون الفيديو الصغير ده مفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.